بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. هذه الكلمات العظيمة في الدعاء الشريف تتحدث عن حمد الله في مواقع الضغط التي تعيشها المجتمعات الإنسانية من الظالمين، ويعبر بها الداعي عن ارتباطه بالله سبحانه وتعالى تجاه هذه الضغوط. إذا أردنا أن نلاحظ الفقرات السابقة كانت ترسم العلاقة بين الله وبين عبده، والعبد مفرد، والعبد من موقعه عبد لله بغض النظر عن الخصوصيات الاجتماعية التي يعيشها الإنسان، وإنما هذه العلاقة العبد وهو جالس في محرابه يناجي ربه، هو يتذكر علاقته مع الله، تقصيره مع الله، حمد لله، النعم التي عند الله لديه، اللطف الإلهي الذي يشمله، وما إلى ذلك من الأمور. أما هنا يبدأ الحديث في الحقيقة، هنا نشرف على بداية فصل جديد. هذا الفصل يؤسس للإنسان الموقع والموقف والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى في بعدها الاجتماعي العام. نلاحظ، سنقف أولا على علاقة العبد مع الله وإحساس العبد بالقوة في ارتباطه بالله تجاه ما يتعرض له من ظلم، من اضطهاد، من جور، من عدوان. ثم بعد ذلك نجد أنه في فصول هذا القسم الثاني من الدعاء نجد ذكر للنبي صلى الله عليه وآله، لأهل البيت واحدا بعد الآخر، ثم حديث عن حال الناس في زمان غيبة إمامهم، وهناك إفاضة في الدعاء في هذا الاتجاه. إذن نحن أمام حالة جديدة في الدعاء تحتاج منا إلى وعي استثنائي لهذا الدعاء، نتمكن من خلاله أن نتلمس بعض المنطلقات الاجتماعية والسياسية في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. علاقة الإنسان بالله هي ليست فقط في بعده الفردي، الإنسان هو إلى أبعاد عديدة، هو إلى بعد فردي، هو إلى بعد اجتماعي أيضا في الإنسان من حيث موقعه في المجتمع. فلهذا ماذا نقرأ في الكلمات؟ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين. طبعا هذه الكلمة عامة تشمل الخائف من الله سبحانه وتعالى في ذنوبه. الله سبحانه وتعالى يؤمنه، يؤمن روعته، يؤمن خوفه، متى؟ في يوم ما يقبل على الله سبحانه وتعالى وعند عمل صالح يمكن أن يتجاوز الله عنه، أو يقبل على الله سبحانه وتعالى وهو تائب، أو تناله شفاعة محمد وآله الطاهرين، رزقنا الله وإياكم شفاعتهم إن شاء الله في الدنيا والآخرة، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تحقق للإنسان الأمن. الإنسان هو كائن خائف، الإنسان يخاف أولا من الله
ومن تقصيره أمام الله. أنا أقول أولا بعض الناس قد يكون هو يلغي من قلبه الخوف من الله، لكن هو الإنسان الطبيعي، أنا أتكلم عن الإنسان إذا أراد يتحرك ويفكر ويعيش مشاعره بشكل طبيعي وفق فطرته، فهو أولا يخاف من الله، وهو يخاف أيضا من محيطه، يخاف من مصيره، يخاف مما يمكن أن يتعرض له من كوارث طبيعية، مما يمكن أن يتعرض له في هذه الدنيا التي هي محاطة دائما بالمكاره وبالمتاعب. فهو الإنسان دائما هو كائن قلق، هو الإنسان دائما خائف. وين يحصل الأمن؟ يحصل عند الله. أي مسعى آخر لتحصيل الأمن من غير الله هو مسعى فاشل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا يريد يحصل الأمن، إذا يريد يخلص من حالة القلق، إذا يريد يترك القلق ويبدأ حياته بشكل مستقر وهانئ، فهو لازم يرتبط مع الله سبحانه وتعالى، يتخلص من الخوف من خلال توثيق الارتباط بالله. وفي بعض الأحيان الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفي عنه الخوف مما سوى الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني هذه الحالة، حالة الخشية من الله سبحانه وتعالى، هي تأخذ مكانها الطبيعي في قلب الإنسان، بحيث هو يخشى الله، وخشية الله تمثل مرتكز أساسي عنده، بحيث ينسيه ما سواه، بعد لا يخاف من شيء آخر سوى الله عز وجل. والله هو الذي يؤمن الخائفين. طبعا هو الخوف من الله يستمر مع المؤمن إلى أن يبشر بالجنة. هو متى يبشر بالجنة؟ يبشر بالجنة في آخر لحظات حياته، يبشر بالجنة بعد أن ينال قسطا من العقوبة في البرزخ، يبشر بالجنة في يوم القيامة عندما يجوز الصراط، يبشر بالجنة في مواقع أخرى متأخرة بعد ذلك. هذا بعد كل إنسان هو مستوى قربة وبعد من الله سبحانه وتعالى. ولكن في نفس الوقت هذا الخوف الذي يحدث من الظالمين، الذي يحدث من المعتدين، من الطغاة، مجتمعاتنا، مجتمعات الإنسان على مر التاريخ هي مجتمعات فيها اضطهاد، فيها ظلم. الظلم من شيم من النفوس، الظلم حالة طبيعية لدى الإنسان، الظلم من شيم من النفوس. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هو الإنسان بطبيعته ويظلم الآخرين، واللي ما يظلم لابد أكو سبب، ابحث عن سبب اللي هو يمنعه من الظلم. لو يخاف من الله، لو يخاف من القانون، لو يخاف من العقوبة، لو يخاف من العتاب، لو يخاف من الضغط الاجتماعي وما إلى ذلك من الأمور. إذن الأمن من الخوف هو من طريق الله سبحانه وتعالى. كيف الإنسان؟ خلي لاحظ، خلي نأخذ نموذج اللي هو هذا النموذج اللي هو ينسجم مع سياق هذه الفقرات في الدعاء، نموذج الخوف من الحكام الجور، من الحكومات الجائرة، من الظالمين. هذا الخوف اللي بعض الأحيان يصير عائق أمام حركة الشعوب أن تنال حقوقها الطبيعية وأن تصل إلى أوضاعها الصحيحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تصل إليها. الخوف من الظالمين. الإنسان إذا كان يخاف من الظالم، الظالم ماذا يملك؟ الظالم لا يملك أكثر من حدود معينة في هذه الدنيا لفترة معينة. وإلا هم الظالمين في كثير من الأحيان يشغل بعضهم ببعض، تجد أن ظالما من الظالمين هو هذا يسيطر على الناس وبدعم من ظلمة كبار، ثم بعد هذا هو ينشغل مع هؤلاء الظلمة ويبدأ التظالم فيما بينهم. طبعا هذا في بعض الأحيان يمثل فرج للمستضعفين والمؤمنين في أمثال هذه الحالات. فالظلم والظالمين لا يملكون إلا حدود معينة. الإنسان إذا عرف الله وعرف أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، له الأمر، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين. هذا الإنسان من يتذكر ربه من هذا الموقع في معرفة الله سبحانه وتعالى، هو بالحقيقة راح يعيش القوة،
راح يعيش الإحساس بالمنعة، راح يصل إلى حالة بحيث إذا ترقى في هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى وهذا الارتباط بالله يصل إلى حالة بحيث لا تنال منه يعني أذية وعقوبات الظالمين وعدوان الظالمين، لا ينال منه حتى لو نال شيئا من مصالحه، بل حتى لو نال شيئا من جسده لا يتمكن أن ينال من إرادته. وأخطر شيء أن الإنسان يسلم إرادته للظالم ويستكين أمام حالة الخوف. لابد أن الإنسان يكون قوي، لابد أن الإنسان يكون صلب، وهذا تاريخ الصلابة وتاريخ الصبر وتاريخ التضحيات. هذا التاريخ إذا أردنا أن نقرأه بإمعان سنجد أن أولئك الصابرين على البأساء والضراء على مر التاريخ عادة قممهم وقدواتهم إنما يكون عند من يعرفون الله سبحانه وتعالى، وخوفهم من الله وارتباطهم بالله هو الذي يؤمنهم من هذا الخوف، من خوفهم من الظالمين. والخوف من الظالمين حالة ضعف للإنسان. الإنسان كيف يخاف من إنسان آخر؟ هو عبد وذلك الإنسان أيضا عبد، لماذا يخاف؟ صحيح يمكن أن تتعرض بعض الأحيان مصالحه إلى خطر، لكن يحتاج الإنسان أن يوازن. هو مصالحه أيضا مصالح، خلينا نفكر بعقل مصالح، ما نريد نفكر بقيم عالية، لأنه بعض الناس قد يكون هو متعود أنه يصوغ أموره وينظم برامجه وأولوياته هو من خلال مصالحه. خلينا نفكر بعقلية المصالح، هاي العقلية المادية المحدودة، هي أيضا المصالح الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. الله بيده الأمر، الله سبحانه وتعالى يمكن أن ينجي من هذا الظالم، يصير قريب من هذا الظالم لفترة معينة، ثم فجأة تدور دورة الحكم وتنقلب الأمور. وما أكثر الانقلابات في مجتمعاتنا الإسلامية، تنقلب الأمور، هو هذا الظالم الذي كان يتصور أنه هو يأمن حينما يجامله وحينما يداهنه وحينما يسلم له إرادته، هو هذا يصير سبب في أن يتعرض إلى ظلم آخر جديد. ما أكثر ما حدثت حالات من هذا القبيل. كثير من الناس كانوا يعيشون حالة استخذاء أمام الظلم، ثم وإذا بهم فجأة أصبحت قلوبهم هواء. لماذا؟ لأن هذا الركن الذي كانوا يركنون إليه ويعتمدون عليه هو فجأة يسقط، صنمه يسقط. إذن الإنسان حتى لو يفكر بعقل مصالح يحتاج أن يتذكر أن مصالحه هي بيد الله. إذن لماذا يخاف من العباد؟ لابد أن يخاف من رب العباد. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. الصالحين هم الذين يحظون بالإنجاء الإلهي، الله سبحانه وتعالى ينجيهم يخلصهم. أما أولئك غير الصالحين قد هم يحسبون أنفسهم أنه يتخلصون من هذا الموقف ومن ذاك، لكن الخلاص الحقيقي ما يتخلصون من عنده، ما يوصلون إلى اللي هو الخلاص من العذاب الذي يحدق بالإنسان، حفة الجنة بالمكاره، حفة النار بالشهوات. هذه النار التي قد يتعرض لها الإنسان لا ينجو منها إلا من؟ إلا الصالحون. طبعا بعض النسخ في هذا الدعاء وينجي الصادقين، وهذا يصير به إشارة إلى الحديث المعروف النجاة في الصدق. ما أكثر ما كان الإنسان في بعض الأحيان يحسب أن صراحته وصدقه هي راح توقعه في ورطة وفي مشكلة، وإذا بنجاته وتخلص من الأزمة التي كان يحسب نفسه أنه سيقع فيها هي بكلمة صدق واحدة. والصدق طبيعة الإنسان، من يصير طبيعة الصدق ومباشرة يقول الكلام بشكل صريح وواضح. وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين. هناك استضعاف، وهذا الاستضعاف ينطلق من استكبار. رب العزة هو يلطف بعباده، هو الذي يمكن أن أمة مستضعفة، طائفة كبيرة من الناس، شعب بأكمله تستلب إرادته، يتعرض إلى قمع كبير، يتعرض إلى امتهان، يتعرض إلى عدوان، يتعرض إلى تقتيل، إلى تشريد تحت كل حجر ومدر،
وإذا فجأة هذا الشعب ببسطاء، بملايين البسطاء من عند الناس البسطاء العاديين الذين لا يملكون إلا مثلا صوتهم الانتخابي، الذين لا يملكون إلا إرادتهم، الذين لا يملكون إلا إرادة يتوجهون بها، خصوصا إذا كان عندهم توجيه حقيقي باتجاه مصالحهم الحقيقية وحقوقهم، بشكل طبيعي هؤلاء الله سبحانه وتعالى يمكنهم. طبعا التمكين الحقيقي إنما يكون في دولة الإمام المهدي عليه السلام، تمكين المستضعفين في تلك الدولة الشريفة العظيمة، حينما يقضي الله سبحانه وتعالى أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين كما أشار القرآن إلى ذلك. وأيضا المستكبرون لا يأخذون بعقولنا وقلوبنا، يسحرون بسحر قوة. إحنا بعض الأحيان نشهد استعراضات قوة، هؤلاء يتعمدون أن يفعلوها، استعراضات قوة بعض الأحيان تصير ضمن استعراض عسكري، وهم يقولون إحنا نستعرض قوتنا به حتى ماذا، حتى يدخلون الخوف والرعب في قلوب الآخرين. وبعض الأحيان لا، ما يصير باستعراض رسمي، هو يصير مواقف وسلوك، هو يريد الظالم المستكبر به أن يستعرض قوته أمام الآخرين. هو هذه استعراضات القوة في بعض الأحيان هي تعبر عن ضعف في داخلهم، في داخل المستكبرين، في داخل أولئك الذين يحاولون أن يستلبوا إرادة شعوبهم. فلازم إحنا حينما نريد نكون أقوياء نتذكر ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، نتذكر انتماءنا إلى الله سبحانه وتعالى، قوتنا هي من الله سبحانه وتعالى. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله مع الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه القوة التي نشهدها في أئمتنا، في أصحاب أئمتنا، في أصحاب الإمام الحسين على سبيل المثال، في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، في مواقف سيد الأولياء والأوصياء، سيد الخلق بعد محمد صلى الله عليه وآله، بعد خاتم الأنبياء والرسل علي أمير المؤمنين عليه السلام، حينما يعتدى عليه في ضمن سلسلة عدوان فظيعة جدا. إذا نريد نراقب ظلامات علي عليه السلام سنجد أننا أمام سلسلة عدوان مؤلمة جدا. هذا الرجل العظيم تعرض إلى حصار في بيته، الأمم تفخر أن يكون منها شخص له صفة من صفات علي عليه السلام، فيه شم من علي عليه السلام، ولكن هذه أمة علي في صدر الإسلام حاصرت علي عليه السلام 25 سنة في بيته محاصر، ما يكون إلى أي موقع. لماذا؟ هو هذا وحده من أعظم ما يعبر عن عدم احترام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، عن ظلامة كبرى للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ثم الناس، هؤلاء الناس الذين انثالوا يبايعونه ويقتربون منه ويفرضون عليه أن ماذا؟ أن يقبل البيعة منهم. هؤلاء الناس الذين خرجوا وأصروا عليه أن يأخذ موقعه الطبيعي في الخلافة، لماذا يكونون لغيره أطوع مما هم إليه، مع أنهم أسلموا أمرهم وعبروا عن استجابتهم، بل عبروا عن مبادرتهم في بيعتهم لعلي عليه السلام، كما لم يحدث هذا على الإطلاق في تاريخ الخلافة الإسلامية، ما موجود نموذج مثل هذا النموذج على الإطلاق. ابحثوا الآن، فتشوا في التاريخ من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى انتهاء دولة الخلافة، لم يسجل لنا التاريخ أن خليفة من الناس صارت خلافته بمبادرة من الناس أنفسهم، من موقع يعني الإرادة الشعبية هي التي جاءت به إلى الدولة وإلى السلطة. ولكن مع الأسف هؤلاء الناس، أو الكثير من هؤلاء الناس، طبعا بعضهم قدموا أنفسهم شهداء في سبيل المعركة الحقة التي كان يقودها أمير المؤمنين عليه السلام في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولكن مع الأسف الكثير منهم خذلوا عليا عليه السلام،
وإذا بعلي ذلك الإنسان العظيم المظلوم يضرج بدمه في محراب صلاته. ما أعظمها من ظلامة، ما أعظمها من محنة. يعرف الإنسان أن الدنيا ما إلها قيمة حينما شخص مثل علي بن أبي طالب يضرج في محرابه، يضرب بالسيف وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. وشنو يكون موقفه؟ فزت ورب الكعبة، سلام عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم عشت ويوم جاهدت بين يدي أخيك رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.